اهلا بيكم في حلقه جديده من تفصيل. انا وسامت النهارده فيديو جديد هنعمل فيه تعديل بسيط لقطع الصراحه ما كانش ينفع اشتريها وما عنديهاش عليكم وما اوريهالكوش. قطع فريده جدا بقالي كنت فتره كبيره قوي 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 نفسي اروح سوق الجمعه ومش لاقي حد يروح معايا لحد ما لقيت حد من اصحابي بيروح اصلا سوق الجمعه فقررنا ان احنا نروح سوا من زمان بقى من شهر مثلا فبراير قبل كل اللي ده ما يحصل دلوقتي مفيش سوق جمعه وانا ما بنزلش اسواق بس رحنا على اساس نتفرج على الانتيكات الخرده الحاجات اللي انا ممكن اخدها اعمل بيها حاجات وما كنتش عارفه ان فيه هدوم قوي في سوق الجمعه يعني. المهم مرينا بممر كده للهدوم وبعدين شفنا ستاند كده عادي جدا عليه شويه بلوفرات على مش عارفه ايه وبعدين لفت نظري بدله. البدله دي يعني عايز اقول لكم ان انا الفيديو اللي هوريه لكم وانا لابسه البدله دي بعد ما انا كويتها بخار وغسلتها وكويتها بخار هي كانت مكويه قد كده 10 مرات يعني كانش فيها بقعه تقريبا شويه تراب بس مكويه جامد مكواد يعني كان شكلها مش مكرمش ولا اي حاجه يعني انا خدتها كرمشتها. البدله دي كانت محطوطه كده والبليزر لفت نظري لانه في زراير كتير جدا زراير نحاس تقيله كبيره عرفت ان هي نحاس لان كان عليها عامه القشه الخضار دي لان هي بقالها فتره معموله ما فيهاش اي حاجه غير بس الظهر كان فيه مش بقعه تحسه كده عارفه لما ميه بتراب تيجي على حاجه. لفت نظري جدا الليبل بتاعها الليبل اصلا ما اظنش ان انا بقرا صح جي سي دو كاسل بلاك كفاعك جون شارل مصمم فرنساوي من اصل مغربي والبراند بتاعته اسمها جي سي دو كاستل بلاجاك والبراند الحقيقه مش نشطة قوي يعني لو دخلتوا على الموقع بتاعها على فود او الصفحة بتاعتها على فود.com هتلاقوا ان العروض الازياء بتاعتها من 2011 ل 2015 ومفيش عروض بعد كده. معرفش البراند دي نفسها هل وقفت لان الموقع الحالي كاستل بلاجاك هو موقع بيبيع تيشيرتات وسويتشيرتات شكله حاجات مش زي اتش ان ام او زارا بس في نفس الوقت اسعارها قليله وستايل مختلف تماما عن البراند اللي وصلت لي. الحقيقه انا دورت على الانترنت ولقيت البنطلون بتاع البدله دي بيتباع مستعمل على موقع من المواقع اللي بتبيع مستعمل ونازل ثمنه من 200 دولار 80 دولار ميد ان باريس مصنوعه في باريس وكمان في حاجه لفت نظري مهمه قوي فيها كمان كود للقطعه يعني. المهم ان انا جبتها لان البدله كلها كانت ب 60 جنيه فانا طبعا يعني تمام اخدت البدله. لما روحت اكتشفت بس ان الحزام ناقصه السنه بتاعته بس مش مهم تماما. البدله يعني نسيت اقول لكم طبعا اهم حاجه لان انا دايما ببص على الخامه اهم حاجه لقيت البدله خامتها 60% كتان و30% حرير طبيعي فيعني لكم ان تتخيلوا طبعا انا منظري كان عامل ازاي. لما روحت قستها لقيت البليزر مظبوط فرق بسيط قوي عند الكتاف. الفرق كان في البنطلون غريب جدا في الاول ما كنتش فاهمه لحد ما قست تاني واكتشفت ان في حد وسع البنطلون وزود له من الجناب. متضايقه طبعا حد عمل كده بس مش مهم ده معناه ان البنطلون في الاساس كان مقاسي فانا هشيل الحتت الزياده وارجعه تاني كما هو وهلمع الزراير وتعالوا نشوف هعمل فيها ايه او نقدر نظبطها ازاي. هبدا اول حاجه ان انا اقلب الكمر الناحيه التانية اللي زود الكمر الحقيقه اقفله نظيف قوي وزود له كمان شريط لتنظيف الكمر فاول حاجه هشيلها هي الشريط علشان افهم بقى ايه اللي حاصل جواه شويه يعني لانه هو الموضوع معقد حبتين. لا بهزر. بعد ما بشيل الشريط دوت وببدا اشوف جوه الكمر بفصل ايه الجانبين بتوع الحته الزياده او الوصله اللي اتزودت في الكمر علشان يتبقى لي الكمر لوحده زي ما كان موجود من غير الزيادات. زي ما انتم شايفين كده انا شلت حته الكمر تماما اتبقى المثلث اللي متضاف في جناب البنطلون وهو الحقيقه متضاف ومعمول له اوفر كمان اسخف حاجه انك تشيل الاوفر والخياطات وكمان الخياطات الخارجيه فالفكر بتاع ان الحتتين دول ما كانش اسهل حاجه كان ممل وطويل شويه علشان اللي وسعه عمل فيه مجهود محترم علشان ما يبانش ان هو متوسع.
بعد فترة هلاقي نفسي بفصل المثلث دوت وبستعد بعد كده ان انا اجمع البنطلون زي ما كان. اول حاجة طبعا يعني انا ما شلتش كل الخيوط الزيادة، لازم تشيل كل الخيوط اللي هي متبقية، وبحط الجناب على بعضها علشان اخيطها لحد ما اوصل لاخر البنطلون الناحية اللي بتبقى ناحية الكمر. اهم حاجة الكمر يبقى مفصول عن الرجلين البنطلون علشان لما اخيط بس ما الاقيش نفسي دخلت في الكمر كمان، كل حاجة ليها ترتيبها. فاول حاجة جناب البنطلون، بعد كده الكمر بس بوسعه شوية علشان اعرف اخيط بقيته. فالكمر نفسه لازم يتخيط في بعضه، بحط ناحيتين الكمر على بعض، ووارد جدا وانا بخيط تبقى الحتة ضيقة والزوايا ضيقة وكده، لانه انا مش عايزة افتح البنطلون كله. فانا كده بخيط جانبين الكمر مع بعض، واهم حاجة احط الخياطات على بعضها قدر الامكان لحد ما اوصل لحتة الكمر اللي فيها الشريط وبخيطها في بعضها. انتوا شايفين كده الكمر رجع تاني، اهم حاجة بس هفرده، ممكن تكون طبعا كاوية لو انتوا مشغلين المكوة، مفيش اي خيطات خارجية خالص، ودي ميزة البنطلونات الكلاسيك. وبعد كده بحط وش الكمر اللي هو الوش الكمر اللي بيبقى باين لي من بره، بحطه على الطرف بتاع البنطلون من فوق اللي هو رسم البنطلون نفسه، وبخيط بالعرض كل الفتحات اللي كانت مفتوحة. وزي ما انتوا شايفين انا مش مدخلة الجزء التاني الداخلي من الكمر في الخياطات دي، انا اهم حاجة اقفل الفتحة اللي مفتوحة من بره. اخر حاجة بحط الكمر بقيته بقى، اتأكد ان هو فلات خالص مسطح من جوه، وببدأ اخيط على الجنب على طول الكمر، يعني مش بخيط على الكمر خياطة خارجية، بخيط تحته على بحيث انه الخياطة ما تبانش يعني جنبه بالظبط مش عليه. بعد ما بخيطه بقفل كل حاجة زي ما انتم شايفين، بصوا الكمر من جوه نظيف ازاي ومن بره ما فيهوش اي حاجة. انا كده خلصت وعلى طول بنقل بعمل الناحية التانية وخلاص كده. يعرفوا الفيديو ده تسيبش تعمل لايك وشير وتشوف اصحابكم المهتمين بالخياطه كمان، تسيبش تعملوا اشتراك في القناه للمشتركين. تري لحد دلوقتي مش مشتركين، دوس على زرار الجرس علشان يوصلكوا تنبيهات اول ما الفيديو ينزل. ما تنسوش كمان تشوفوا اقتراحات اليوتيوب هنا وهنا. اشوفكم على خير المره الجايه، باي باي.